لذلك هو يبحث عن هدف لكي يتساوى مع جوفاني ألبر، وإذا ما سجل في المباراة القادمة أكثر من هدف فمعناته حيصبح هو صاحب الرقم القياسي، على اعتبار أن أكثر لاعب أجنبي يسجل في الدوري الألماني. محاولة الآن هو وعلى طول يا ورب مرة ثانية روبن يشوف جول جول جول، يخرب بيت كرة القدم، لا 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 يخرب بيت كرة القدم يا ولد، مش معقول يا روبن، ايش قاعد تسويه؟ ايش يتلاعب بالمدافعين واعصاب الجماهير وهنا هيلا، وفعلا يعني روبن هذا اولان يتقدم، شوف حتى من الاولان ايش صار بحارس المرمى، راح للثاني لعبها وين وجول وهات.